مساء الخير، مرحبا بكم في ناس نسمة في المباشر. عامين التالي نهار 25 جون في 2010 الثورة المصرية طيحت نظام حسني مبارك. اليوم في أحياء الذكرى الثانية للثورة، الناس فرحانة وناس عندها غش كبير من الأوضاع في البلاد تحت حكم الإسلاميين. نمشي شوية آخر للقاهرة في المباشر من ميدان التحرير، هذا في مصر. أما في تونس أقل من 20 ساعة يفصلون على التحوير الوزاري، آخر اجتماع في تنسيقية الترويكا قاعد يصير حاليا، ويظهر أنه فما جديد. رضا الباروني عضو المكتب التنفيذي للنهضة، زهير مغزاوي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة الشعب، معنا شوية آخر لأكثر تفاصيل. مقبل هذا الكل حديثنا على الأمن في تونس. جمعية إصلاح نظمت ندوة لإصلاح المنظومة الأمنية، موضوع نحكي فيه مع بسام بوقرا نائب رئيس جمعية إصلاح. مساء الخير، مرحبا بك بسام. مرحبا بك، عايشك. وعماد بالحاج خليفة الناطق الرسمي باسم اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي، مرحبا بك أستاذ. بيك سيدي، بارك الله فيك. معي الليلة على طول البرنامج في التعليق والتحليل الصحفي عبد الرؤوف بالي، مرحبا بك. بيك عايشك. إذن البارح واليوم تنظم جمعية إصلاح ندوة دولية عنوانها إصلاح المنظومة الأمنية ما بعد الثورة، الوضع الحالي والتحديات. طارق الخضراوي في التغطية. تعتبر المؤسسة الأمنية أحد أهم ركائز الدولة وتكمن أهميتها في علاقتها المباشرة بالمواطن باعتبار مسؤوليتها في حماية القانون والأمن والأشخاص وحتى المؤسسات، كما أنه زاد بناء دولة ديمقراطية في مرحلة انتقالية ما يمكنش باش يتحقق كان بأمن جمهوري قوي ومنضبط. وفي الإطار هذا نظمت جمعية إصلاح مع مبادرة الإصلاح العربي ومنتدى تونس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة التونسية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات، ندوة دولية تحت عنوان إصلاح المنظومة الأمنية بعد الثورة، الوضع الحالي والتحديات. الحاضرين أكدوا على أهمية المنظومة الأمنية وتدعيم قدرات الأمنيين، كما طالبوا بدعم الأسطول وإصلاح المنشآت الأمنية المتضررة من أحداث اللي جدت بعد الثورة. المنتدى كان فرصة للتأكيد على إعادة النظر في تكوين وتأهيل البوليسية وإدماج حقوق الإنسان في برامج التكوين اللي يتلقاوها. عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان يقول إن الوضع الأمني الحالي ما يسرش للبوليسية اللي ما زالت وضعيتها مش واضحة، وللمواطنين اللي ما زالوا يعانيوا من الانتهاكات. وفي نفس السياق أكد الحاضرين على حقوق عون الأمن ودور شبكات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان والمنظومة الأمنية. المنتدى كان فرصة زادة لاستعراض عديد التجارب العالمية في إصلاح المنظومة الأمنية اللي تعتبر من أوكد الأهميات في الفترة الحالية، خاصة أنه حسب آخر الدراسات فإنه 25% من التوانسة كانوا ضحية للعنف البوليسي خلال الخمس سنوات الأخرى. بس بوقرا، شنو اللي يخليكم تقولوا أنه الأمن اليوم يستحق لإصلاح؟ مش نحن نقولوا الكلام هذا، يظل التوانسة كل يقولوا الكلام هذا، والأمنيين بيدهم يقولوا الكلام هذا. دونك عمليا توانسة الكل وكذا ومش انتم، لكن عمليا هل فما معطيات خليك اليوم تقول كون الامن في حاجه الى اصلاح؟ لا، احنا الامن حقه يتصلح عنده سنين الله. دونك بعد الثوره الجمعيات كانت نجم تنظم رواحها وكانت نجم تنشط بطريقه علنيه في مواضيع حساسه كما اصلاح المنظومه الامنيه. جمعيه اصلاح هي كما الجمعيات هذم الكل، تنظمنا وتأسسنا بعد الثورة باش نخدموا على إصلاح المنظومة الأمنية. علاش إصلاح المنظومة الأمنية بالضبط ومش مثلا منظومة تربوية ولا حاجة أخرى؟ على خاطر نؤمنوا كانوا من نجم نحكيوا على تنمية اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية إذا كان ثماش أمن في البلاد. دونك الأمن هو البوان دو ديبار، هو نقطة الانطلاق نتاع أي تنمية نجم نحققها في البلاد. كيف تقول إصلاح، على شنو تحكيوا بالضبط بسام؟ تعرف سؤال هي اليسر، خاصة كانوا كنا نستعملوا كلمة إصلاح، لكن المفهوم تاع إصلاح يختلف بشكون تسأل. نعطيك إكزامبل، كي تسأل مثلا وزارة الداخلية تقول لهم، يقول لك احنا قاعدين نخدموا على إصلاح، لكن إصلاح أن احنا تجهيزات جدد، يلزمنا تكنولوجيا، يلزمنا كراهب، يلزمنا كماون، يلزمنا فلوس، يلزمنا معدات. تحكي مع النقابيين، النقابيين يقول لك الإصلاح وبالضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية والسياسية للأمنيين. تحكي مع المجتمع الدولي عنده مفهوم للإصلاح، المجتمع المدني عنده كيف مفهوم للإصلاح. دونك كلنا عندنا مفهوم للإصلاح لكن بزاوية ضيقة. المؤتمر اللي عملناه اليوم باش نحطوا الناس الكل، الأطراف الكل المعنية
باصلاح المنظومه الامنيه، بنقعدوا مع بعضنا، يلا احكي لي فهمني انت شنو تقصد باصلاح، نحكي لك انا شنو نقصد باصلاح، ونحاولوا مع بعضنا نخرجوا بمفهوم اش معناتها اصلاح المنظومه الامنيه اللي يلبي رغبات الناس الكل، الناس الاطراف الكل اللي معنيه بالحكي. سمعت بالحاج خليفه اليوم فما خور في المنظومه الامنيه يستدعي اصلاح؟ بارك الله فيك على الاستضافة، ونحب نهني كافة التونسيين بالمولد النبوي الشريف، إن شاء الله مبروك على الناس الكل. بالنسبة تقول لي خور، لا الخور هو قديم، هو جديد الخور هذايا، قبل الثورة خور كبير ياسر، معناها فساد كبير ياسر كان في المؤسسة الأمنية، والحمد لله بعد الثورة احنا كنقابات أمنية سعينا لإصلاح المنظومة هذه الأمنية. أنا ما نكذبش عليك، من الثورة إلى حد الآن مازال ما صلح حتى شيء، يكونوا صراحة. إذا كان أنت نتحدى أي شخص من الثورة أنا هو القطاع اللي تصلح 100%، لكن إحنا كأمنيين كانت عندنا مسؤولية تجاه شعبنا، تجاه المواطنين متاعنا، وعملنا نقد ذاتي، إحنا نقدنا نقد ذاتي لرواحنا، قلنا هالمؤسسة الأمنية متاعنا هذه لازم نصلحوها، ما يلزموش نقعد نستنى أنا حتى الناس تقول لي شبيك ما صلحش منظومتك، لا إحنا كنقابيين بدرنا بإعداد مشروع لإصلاح المنظومة الأمنية بالمشاركة مع مركز جنيف لمراقبة القوات المسلحة، والمشروع هذا معناه القاص هذا كبير والحمد لله. احنا ماشيين مع التمشي هذايا، لكن ايش نقول؟ اصلاح المنظومه الامنيه راهو ماهوش مسؤوليه تاع النقابيين برك، انا ماذا بيا تكون تعاون ما بين سلطات الاشراف ومكونات المجتمع المدني لاصلاح المنظومه الامنيه هذه، لانه حبينا ولا كرهنا، انا سمعتك بكي تحكي لتحوير وزاري ممكن يصير في القريب العاجل، انا نقول لك حاجه، راهو حتى شيء ما يصير في تونس اذا كان مؤسستك الامنيه راهي ماهيش واقفه على ساقيها، رد بالك، ليصير استثمار، ليصير انتخابات، ليصير ديمقراطيه، بربي نخزروا بكل واقعية ونحطوا مشاكلنا ومشاغلنا ومهاتراتنا على جانب، ونخزروا الوضع متاع بلادنا، بلادنا قاعدة تمر بأزمة كبيرة ياسر، تهديدات الأمن القومي متاعنا، التوانسة في حاجة الأمن، نوفروا الأمن هذا للمواطنين متاعنا ونحط نثنيوا الركبة، وميسالش أخي كي نضحيوا. أنا نقول حاجة سي حمزة، راهو كي تصرف أنت على المؤسسة الأمنية راهو مش ماشي في الضايع، راهو بالعكس قد ما تصرف على المؤسسه الامنيه انت عندك ضمانات في أي المستقبل. اي هل اصلاح يعني تصرف على المؤسسه الامنيه؟ هذا سؤال اخر تو نرجعوا له شويه اخر سي عماد. رؤوف، يعني اصلاح المنظومه الامنيه هو مسؤوليه المجتمع المدني، الجمعيات، هو مسؤوليه النقابه، هو مسؤوليه الوزاره، هو مسؤوليه شكون اصلاح المنظومه الامنيه؟ اصلاح المنظومه الامنيه هو بالاساس دور أولا السلطة التشريعية، لأنه الإصلاح ينطلق من المنظومة القانونية، سواء اللي تضبط المؤسسة الأمنية أو المنظومة اللي تحمي المؤسسة الأمنية، خاطر فما قوانين اللي تحمي المواطن من المؤسسة الأمنية، معناها تحط الحدود متاع تدخل المؤسسة الأمنية، وفما قوانين اللي باش تحمي المؤسسة الأمنية أي عون الأمن، وبالتالي الانطلاق يكون من المجلس الوطني التأسيسي. وسمعنا اللي فما عدة مشاريع اللي تقدمت التوى، معناها مش عارفين المجلس التأسيسي معناها وقتاش باش يناقشها المشاريع هذه، منها المشاريع اللي باش تحمي عون الأمن اللي يخدم خاصة على الحدود، فما ممنوع عليه استعمال الأسلحة، ممنوع عليه عديد الأشياء، أيضا ما يتمتع بحتى امتيازات في حين أنه وقته هو يتعرض لخطر كبير. فما الدور الثاني هو يعود للوزارة، الوزارة لأنها هي اللي المشرف على الهيكل الأمني هذايا، هي اللي تعرف مواطن الخلل وين في الهيكل هذايا. كما نعرفوا زادة فما ناس اللي عانت من الهيكل هذايا في السابق، اليوم موجودة معناها في مراكز قيادية في وزارة الداخلية، من المفروض تعرف مواطن الخلل في الوزارة هذايا. أيضا بالنسبة لدور النقابات الأمنية اللي معناها كنا نتوقع نوعا ما باش تقوم بدور اكبر بياسر من اللي قاعده تقوم به في اصلاح المنظومه والمؤسسه الامنيه، الا انه نشوفوا في تدخلاتها تقتصر على بيانات اللي غالبا معناها باش تناصر اعوان الامن، ما شفناهاش معناها تستنكر او تندد بالاعتداءات اللي تعرضوا لها مواطنين. على فكره شفنا في 14 جانفي في معناها كان يوم تاريخي بالنسبة للمؤسسة الأمنية، 14 جانفي 2013، التعامل سواء مع المواطنين أو مع مختلف الأحزاب اللي قامت بمسيرات كان تعامل راقي معناها الأقصى درجة. نتمنوا أنكم تشوفوا علاش نجح 14 جانفي بالنسبة للمؤسسة الأمنية، وتكملوا في الباقي. أنا ملاحظة على ذكر سيادتك، أنت قلت إحنا كان في إصدار البيانات، كل حال احنا ديجا ما دخلنا في علاقات مباشره مع وزاره الاشراف اللي هنا ما عندهاش برشا، دخلنا في علاقات مباشره، لذا
ماذا بيا ما تركبناش حاجه اكثر من حجمنا. احنا بالامكانيات اللي عندنا تويكا سامحني في ارقى دول العالم ما تلقاش نقابات ولا تخدم بالعمل هذايا، وهي مازالت عامين او عندها نقابات في تونس اكثر من هكا. انت قلت كلمه حلوه ياسر، قلت علاش النقابات الامنيه ما تنددش لتفصيل الاعتداءات؟ لا سبقنا نددنا، لكن فما حاجه نكون لاحظتها كان ما لاحظتهاش سيادتك انت. انا ساعات الرابط التونسي دفاع حقوق الانسان بصراحه ما نتيش تذكر اول امن، وقت اللي يصير اعتداء اول امن ما تذكرهمش. علاش انا ماهوش مواطن تونسي؟ هو مو مواطن تونسي، اللي ماذا بينا احنا نخزروا بعين ثاقبه للاشياء، ما نخزرلهاش منظور سابق، لانه انا نعذركم تو التوانسه كل. التنديد سامحني، التنديد مش لمجرد التنديد، وانما التنديد اي الاتجاه نحو الاصلاح، اصلاح الخلل اللي وقع. الاعتداءات اللي صارت في سليانه يلزم معناها نقاباتكم المفروض مطلوبه بانها تتوجه لاصلاح الخلل اللي وقع. شنو اللي وقع في سليانه؟ شكون اللي عطى الاوردر باش يتضرب بالرش؟ ومن هنين تنطلق معناها عمليه الاصلاح، مش تندد لمجرد التنديد. لكن انت سامحني تقول تندد. باهي نددنا، لو فرضنا نددنا، هل بامكانك التغيير انت كنقابه امنيه تو حاليا في ظروفنا احنا في امكانياتنا احنا؟ انا ايش قلت؟ انا قلت مكونات المجتمع المدني الكل ما تحملوا مسؤوليه، يلزمكم تعرفوا مكونات المجتمع المدني الكل اللي تحملوا قسط كبير باش تدعموا النقابات هذه اللي هي في صالح الامنيين الكل وفي صالح التوانسه الكل. وانا نقول لك حاجه، راي اكبر ضمانه لحياد المؤسسه الامنيه هي النقابات. راي اكبر ضمانه ونقول للمره الالف. باهي سيدي بسام بوقره، الناس الكل تحكي على صلاح. النقابات قالك عنده مشروع الإصلاح، كاتب دولة سابق قدم كتاب أبيض للإصلاح، درا قداش من جمعية إصلاح. اليوم أنتم بالندوة متاعكم جديدة وبالمشروع الجديد هذا، شنو الجديد اللي جبتوه؟ شنو الإضافة اللي عندكم في موضوع إصلاح المنظومة الأمنية؟ صحيح، ثم حاجة أخرى، اللي إصلاح المنظومة الأمنية قبل الثورة كان مختصر على مجموعة معينة من الحقوقيين المعروفين واللي عندهم اسمهم في المجتمع وفي المجتمع الدولي، اللي ينجموا يحكيوا حتى على إصلاح المنظومة الأمنية. الحكاية تغيرت تو ولا ثم بروموسيون جديدة كنا نسميها متاع حقوقيين اللي يحبوا يخدموا على إصلاح المنظومة الأمنية كما جمعية إصلاح. احنا مثلا من الوسائل الحوايج الجديده اللي جايبينها، اذا جايبين التكنولوجيا لاصلاح المنظومه الامنيه. مثلا عاملين منظومه اعلاميه تنجم تخرج لنا انا هي الشريحه في المجتمع التونسي الاكثر فيلنيرابل للعنف البوليسي. تنجم تعطيك السن، تنجم تعطيك اسكو راجل ولا امراه، وين بالضبط البلاصه هذيك. نستعملوا مثلا في حوايج جديده، نحبوا نحسنوا بين علاقه تعاون الامن من المواطن. مشينا شفنا عملنا دراسه علميه اش عملت البلدان الاخرى، لقينا كونه مثلا كينيا وفرنسا واوروبا الشرقيه استعملوا كره القدم اللي تسمى فور كونفليكت ريزولوشن، استعملوا كره القدم للتحسين بين العلاقه نتاع مع المواطنين اكزاكتومون. وهذا حكينا مع وزاره الداخليه في المشروع هذا، قلنا نتبناه ونحن مشروع كامل نكريو لي سال نجيبو تونيات ونخليو المواطنين المواطنين وال في النقابه واعوان الامن يلعبوا مع بعضهم ونعديو اترافيغ بارتي الكره هذيك لي فالور اللي نحبوا نراهم في المجتمع نتاعنا. نتاع مثلا في الكره نلعبوا فرد ايكيبا، انا مواطن وانت عاون امن، كان نعديو شباس لبعضنا، كان ما تحمينيش وما نحميكش راه الفريق نتاعنا باش يخسر. نكبروها على الشيء اللي اكبر في المجتمع، كان انت عاون امن وانا مواطن ما نخدموش مع بعضنا راه المجتمع نتاعنا. مع هذا بعض الارقام هاني جايك سي عماد، مع هذا فما بعض الارقام اللي ماذا بيا ناخذ من عندك تعقيب عليها بسام بوقره، قدمتوها انتم في الندوه نتاعكم. لو كان نشوفوا الرقم الاولاني سونداج عملتوه يتحدث على 25% من التوانسه تعرضوا لاعتداءات. انا حابك تفسر لي، يمكن مش مفهوم كما يلزم، الاعتداءات اللي تحكيوا عليها 25% من التوانسه تعرضوا لاعتداءات من البوليسيه ولا اعتداءات في الجمله؟ عرفش نعطيك بالضبط شنو تقول. 25% من التوانسه في تونس الكبرى اي هما ولا واحد يقرب لهم من قريب، يما خو بو اخت ولد ولا بنيه ولا ولد عم قريب تعرض على الاقل مره بالعنف البوليسي في الخمس سنين الاخرانيه. ايوه ثم 9% منهم اكثر من مره في الخمس سنين الاخرانيه. لكن سامحني ثم حاجه، ثم نمبر كبير اللي يجي بعد ذا اللي هو 81%. صحيح باش نشوفوه، اعطيونا الشيماء الثاني يفضلكم. 81% من التوانسه اللي تعرضوا لاعتداء من البوليسيه ما يشكيوش. بالضبط. علاش؟ دونك كان تقرا الاسباب اللي يقول لك نخاف،
اللي يقول لك البوليس ما هو يحمي البوليس، اللي يقول لك انا ما عنديش ثقه لا في البوليس لا في القضاء، اللي يقول لك ما نعرفش. ثم حاجه اخرى، ثم مواطن يقول لك انا راني كنت غلط وقتها، ما تمسيلش انك تريح من عند البوليس. ثم مشكله العقليه نتاعنا، نحن نقبلوا كون البوليس يضربنا. وثم مشروع قاعدين نخدموا فيه بالشراكه مع محامين بلا حدود، بالضبط شنو نقصوا من العدد هذاك نتاع 81% اللي ما شكاوش. فوالا. سي عماد بحاجه خليفه تعقيب على الزوز ارقام هذيا، 25% من التوانسه تعرضوا في الخمس سنين الاخرانيه للضرب ولا للسب ولا للشتم من عند بوليس، 81% من جماعه ذوما ما يحبش يمشي يشكي يقول لك فك عليه. الكريديتي نتاعه التبلوات هذوما ماهيش اكيده 100%. ماهيش اكيده. هي مجرد سونداج. لا مش معنا نحن الشركه اللي عملتها نتاع سونداج ليشونتيون 401 معناتها علميا ثم مارج ديغور 5% ونزيدك اكثر على هذا. هذه قبل الثوره ولا بعد الثوره؟ هذه صارت في سبتمبر اللي فات. سبتمبر جويل من جويل لسبتمبر تعملت. حاجه اخرى كي تاخذ ليشونتيون نتاعك نكمل لك بالضبط باش ما تشككش في ليشونتيون نتاعك. يعني تاخذ لي شونتيون وتقسموا العمر المدخول اللغه وين يسكن بالضبط يتابق بالضبط المجتمع مركب خلينا نسمع سي عماد. احنا تو حسب التابلو اللي وراه سيتو هو ينجم يكون صحيح الكلام اللي قالوا، لكن احنا وصلنا للنتيجه لكن ما سالناش على الاسباب. تو سامبلومون انا نجاوبك هكايا، اسالش شنو الاسباب نتاعها. انا سي بسام برمي ما تقاطعنيش تو نجاوبك شنو الاسباب نتاعها. الاسباب نتاعها سي حمزه ما تقوليش باش تقول لي كيفاش تقول الكلام هذا يا سي عماد، نعرف فهمتك باش تقول. تعرف سي حمزه الاسباب نتاعها عون امن اللي تحكي عليه سيتو سي بسام معدم ماديا، يخدم 12 ساعه ونعاود نكررها، يخدم 12 ساعه يضرب العباد. لا سامحني عايش شويه سي حمزه كي نواصل انا طرحي من بعد انت تفضل داخل. يخدم 12 ساعه سي حمزه باهي، ولا اجازات مغلقه فهمني ولا لا، امور ماديه مضاضعه على الاخر، 20 دينار من حتى خطر نتاعو. مانيش عارف انا عون امن هذايا بشر والا لا. انت سيادتك سي حمزه تقعد 4 سوايع متواصله، انا مش مبرر لهم راني انا ضد هالشيء هذايا وندد به ونستنكره، لكن سيادتك تقعد 4 سوايع تفقد التركيز نتاعك ولا لا سي حمزه؟ هل ممكن لك انت باش تخدم مادي سي عماد المشكل مادي وانتهى كهو تجهيزات فما فقد في التجهيزات ما فماش، الامور الاجتماعيه نتاعها متاعبين على الاخر، لازم نفهموهم الناس هذوما، الناس هذوما يخدموا في ظروف تعبه برشا ماديا واجتماعيا حالتهم احليله، نكلموا بصراحه، مانيش عارف انا يعني عاجل الاسباب. انا شو نقول انا نحب يكون عندي عون امن ما يمدش يده، عون امن نحفظ له كرامته، الثوره هذه قامت على شنو هي؟ الحريه والكرامه، يا اخي وفر له حريته، وفر له كرامته، يكون عون الامن يملى المركز نتاعو ومن بعد نفضل حاسبه، اما انا ما نوفر له حتى شيء، معناه ما فهمتهاش انا سباقه وجرايه وما تاكلش عير، ما صارتش هذه في حتى فرضيه تصورها في الوقت. انا نشوفوا الامن في دول العالم الكل، ما تلقاش يخدم كما الامن في تونس، الامن اللي في تونس يعامل معامله مواطن درجه ثانيه عايش كسي حمزه، هذه حتى حد ما تجرى، وقت اللي يطلعوا برشا ناس في البلاتوات يوريوك السماء زرقاء والعصافير تزقزق والامور الامن مستتب لا وكذا، يشوفك السيد هذاك اللي يخدم في الامن شنو ظروفه، شوفوا هو هذاك كيفاش يقوم الصباح، وقتاش يروح لعائلته، وقتاش تقابلوا اولاده ومرته، محروم من عائلتهم، هذه كلهم يرش قدام عينينا، لذا احنا لازم نعالجوا الاسباب. عايش سي حمزه. ماخذينه بعين الاعتبار بس بوقرا حكيت الاسباب. بالطبيعه ماخذينه بعين الاعتبار، سامحني حمزه انت توا كي تخدم برشا ما تضربش الكاميرا مان نتاعك خاطر خادم معناتها صباح تخدم، معناتها ما نجموش نبرروا الخدمه برشا بالعنف. الخدمه برشا نجموا نبرروا مثلا يقول شخص سي بس بعد اذنك صحيح. يولي الشخص على اعصابه وتوتر اعصابه خاصه اذا كان يكون يخدم في مركز ولا كذا ويتعامل مع مجرمين وكذا صحيح. يعدي مده 12 ساعه وهو يتعامل بالطريقه هذيك يفقد صحيح. اعصابه راهو عايش بس وقت الغلطه وين تجي وقت في التكوين نتاع الامن في التكوين نتاع الامن لازم نكونوه بطريقه كانوا ينجم يخدم 14 ساعه من غير ما يفقد اعصابه اذا كان يوصل يتعدى فتره التكوين نتاعو وينجح في الاختبار هذاك يو نجم اللي عون امن سينو راهو مهنه عون الامن مش نتاعو هو لازم يمشي يتبع معناتها مهنه ولا حرفه اخرى. واضح كيما بوقرا هذا كل على كل حال يظل الملف كبير ياسر نتاع الصحه المنظومه الامنيه وهذايا بابه الاولاني ما عادش عندنا وقت في الموضوع. بسام بوقرا شكرا لك نائب رئيس جمعيه الاصلاح. عندي سي عماد جوستومون غدوه انتم عندكم اجتماع عام بقصر المؤتمرات بتونس. شنو اللي فيه سبيسيال اجتماع النقابات؟ هذايا سيون بريمير في العالم العربي انه النقابات الامنيه المركزيه تجتمع بالامنيين الكل لتدارس وضعيه الامنيين وحاليا نقول لك راه فما اجتماع حاليا فما اجتماع في وزارة الداخلية لتدارس محضر جلسة لاتفاق مع وزارة الداخلية للمطالب الأمنيين وغدا باش يكون اجتماع مع القواعد الأمنية ببكة أبيها مغلق الاجتماع وإلا في كان الأمنيين وتفضل الصحفيين تشرفونا بحضوركم لكن هو باش يكون للأمنيين فقط لكن أنا نحب نقول لك من المنبر هذا يا عايشك بربي رسالة للسياسيين الكل
للسياسي الكل، اذا كانوا تكونوا تراهنوا على المؤسسه الامنيه كما صارها قبل مع النظام السابق، انا نقول لهم رهانكم سوف يكون خاسر خاسر خاسر. نحن ولاؤنا للوطن وخدمه المواطن، لذا العبوا غيرها نقول لهم. اما امنيين ما عادش نحصوا في الحصه هذيك، وناكد لكم ضمانه ان النقابات ستكون درع لحمايه الامنيين ويكونوا محايدين بحول الله. الرساله واضحه. سي عماد بالحاج خليفه نطق باسم اتحاد نقابات الامن الداخلي، شكرا لك على حضورك معنا. شكر لك من جديد بسام بوقرا نائب رئيس جمعيه الصلاح. ما زلت معنا عبد الرؤوف بالي، نستقبلوا شويه اخر ضيوف اخرين نحكيوا على التحوير الوزاري اقل من مباشر في ناس نسمه. ما زلنا نستناو في الربط المباشر من ميدان التحرير في القاهره على الذكرى الثانية للثورة المصرية. شوية آخر نمشيو في المباشر الميدان التحرير مقبل باش نحكيو على آخر أخبار التحوير الوزاري في تونس. يلتحق بنا سي رضا الباروني عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة. مرحبا بك سي رضا. بك أكثر. وسي زهير المغزاوي عضو المكتب السياسي لحركة شعب مش عضو المجلس الوطني التأسيسي. مرحبا بك سي زهير. مرحبا بك. إذا أقل من 20 ساعة تفصلنا على التحوير الوزاري. سي رضا، هل الأمور تحلحزت في المفاوضات؟ والله ماشية الأمور الآن. ترويكا برئاسة رئيس الحكومة في وضع اللمسات الأخيرة، ونحن ننتظر أنه نوصل إلى اجتماع متواصل منذ الساعة 3 تقريبا ومتواصل لحد الآن، ونحن ننتظر أنه في بوادر مشجعة وإن شاء الله نوصل إلى اتفاق يعلن غدا كما وعد رئيس الحكومة، أنه يكون مع الساعة 2 عنده تشكيلة وزارية تحظى باتفاق واسع. يعني احنا متاكدين لغدوه سيتم الاعلان على تحوير وزاري، ومش فقط نقطه حول التحوير الوزاري ربما. لا، ان شاء الله يكون تحوير وزاري التحوير. لانه احنا تحدثنا وحاولنا نوسع دائره المشاركه والحوار مع مختلف. سي رضا، محمود البارودي نائب في المجلس الوطني التاسيسي كان قد اكد لي قبيله في شمس فم انه الخارجيه والعدل تم الاتفاق على تحييدهم، هل ماشيين في هذا الاطار؟ هو الآخر مجلس الشورى صوت في النهضة على أنه ممكن تيسير ولا تسهيل الوزارتين، تخلي النهضة ممكن تتخلى على هالوزارتين في إطار توسيع التحالف. أنا ولذلك عرض على الجمهوري أو غيره، لكن إذا ما فيش التوسيع هذا أنا النهضة راضية على أداء الوزراء نتاعها، وإذا ما ثماش هالباب التوسيع معناها مش باش تطرحها على من على أي واحد، باش تطرح في إطار توسيع قاعدة الحكم ودخول كتل أو أحزاب. فإذا هذا توفر احنا ممكن النهضة تضحي أو تعرض هذه الوزارتين، رغم احنا في تصويتنا على أداء الوزراء نتاعنا احنا راضين على الأداء نتاعهم. واضح. يعني في النقطة هذه سي رضا، ومن بعد نجيك أستاذ زهير، في النقطة هذه ما فماش نية في تحييد الوزارات كما تقال، يعني أنها ما تكونش لحتى طرف سياسي، أنها تكون وزارات محايدة. لا، النية كانت في هذا الاتجاه الجمهوري، هذا نعرفوه الجمهوري ثم الجمهوري كيف رفض. النية كانت باخرين. هذا إلا إذا توصل المفاوضات إلى غيره، لكن الاتفاق هو كان هذا. سي زهير المغزاوي، اقترحوا عليكم الالتحاق كحركة شعب بالحكومة. احنا كان لينا في الفترة الأخيرة اجتماع مع قيادة حركة النهضة، وفد حركة النهضة يتقدموا الأستاذ رشد الغنوشي، وتحدثنا في موضوع التحوير الوزاري. واحنا في حركة شعب عندنا ملاحظات. أولا هو مسلسل كما كنت أحكي سيادتك، المسلسل هذا ممتد من جوالي الفارط، فما بعض الملاحظات الشكليه حول المسلسل هذا. هو ان المسلسل هذا يعلن عليه الشيخ رشد الغنوشي اللي هو من المفروض من مش مولاه رئيس الحكومه، وحركه النهضه تتفاوض على الوزارات اللي هي من المفروض كذلك من مش مولاه رئيس الحكومه. وسي رضا تو كان يتحدث على مجلس شورى حركه النهضه الذي يجتمع ويقرر ويصوت على اشياء من المفروض ما تهمش حركه النهضه، تهم المجتمع السياسي بكله وتهم بالتحديد رئيس الحكومه. بالنسبه لنا نحن، احنا اكدنا وكما اكدوا عدد الاطراف ان التحوير الوزاري هذا باش يكون محدود جدا، والتحوير الوزاري هذا مش باش يحل المشكل. اليوم ثم مشكل حقيقي في البلاد، ثم ازمه حقيقيه. قولي علاش الساعه سامحني سي زهير ما رفضتوا الالتحاق بالحكومه؟ علاش رفضنا الالتحاق بالحكومه؟ لانه احنا وجهه نظرنا انه الازمه العميقه التي تمر بها البلاد والتي اصبحت غير منكوره من كل الاطراف،
رئيس الدولة تحدث على الأزمة واقترح حكومة تكنوقراط أو حكومة كفاءات مصغرة. حركة النهضة تتحدث ضمنيا على الأزمة حينما تتحدث عن التحوير الوزاري، المعارضة تتحدث على الأزمة. فالمطروح اليوم الإجابة على السؤال كيف نخرج من هذه الأزمة. بالنسبة لنا في حركة الشعب، التحوير الوزاري المزمع يعني إن شاء الله يتعمل، كان تعمل التحوير هذا باش يكون مجرد يعني تجميل ومهوش باش يمشي لجوهر الأزمة. جوهر الأزمة أنه في هذه البلاد لا يوجد توافق على برنامج وطني حقيقي. جوهر الأزمة أن حركة النهضة تريد، اقترحوا عليكم التوافق وتدخلوا معهم، قلتوا لا. احنا قلنا التوافق على برنامج إنقاذ وطني، مش توافق على شنو نحبوا نعملوا. التوانس اليوم يحبوا يعرفوا خارطة الطريق بتاعهم، وقتاش باش نعملوا الانتخابات، وقتاش باش نعملوا الهيئات، وقتاش باش نفهموا الدستور، شنو عملنا في البطالة، شنو عملنا في المنوال التنموي. هذا الحركة النهضة ما تحبش تحكي فيه. ما عادش فما برشا وقت سي زهير، شنو أسباب رفض دخولكم للحكومة؟ احنا بالنسبة لنا في حركة الشعب مستعدين نساهموا في أي حكومة، ولكن على قاعدة برنامج وطني حقيقي يستجيب لأهداف الثورة، وتكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية اللي تعبر وتحقق الوفاق الحقيقي، لأن الثورة في تونس ما قامش بها حتى طرف، قامت بها كل الأطراف. فمن المفروض للخروج من هذه الأزمة والخروج من الوزاري ربما اللي اقترح عليكم. لا، نحن لم نتحدث معهم في التفاصيل، لأنه تحدثنا اقترح علينا بصفة عامة، ولكن قدمنا لحركة النهضة وجهة نظرنا هذه. قلنا لهم ما كمش باش تحلوا المشكل بالتحوير هذا، بل ستعيدون إنتاج المشكل طالما لم تتجهوا. رأوف جيك شوية آخر في الموضوع، ما سيريفا في النقطة اللي يحكي عليها زهير المغزاوي أن النهضة هي التي تشكل الحكومة حسب ما هو يقول وليس رئيس الحكومة، شنو رأيك؟ طبعا هذه حكومة ائتلافية فيها 3 أحزاب، والمشاورات تتم بين الأحزاب. أنها رئيس الحكومة في النهاية يطلب من الأحزاب ويجلس مع رؤساء الأحزاب، والمشاورات تتم داخل الأحزاب ثم تنسيقية بين الترويكا حتى نصل إلى شيء من التوافق على أرضية مشتركة، على تقييم للأداء مشترك، على تغييرات أو تحوير وزاري مشترك. طبعا حركة النهضة معنية كحزب موجود فيها الائتلاف، كحزب الأكبر في الموجود، هي تنظر وتقيم وتقدم المقترحات إلى رئيس الحكومة اللي هو يجلس أيضا مع مكونات التحالف ويقرر في الأمر هذا. أن الكلمة الأخيرة هي رئيس الحكومة، لكن المشاورات والحديث يتم بين الأحزاب. طبعا واضح رؤوف، يعني الموضوع ما زال متواصل. أنا قلت قبيلة لبعض الأخبار تتحدث على إمكانية تغييرات على وزارة الخارجية ووزارة العدل، هل عندك معطيات في الموضوع هذا؟ لا، هو التغييرات في وزارة السيادة كانت مطروحة كما قال ممثل حركة النهضة، أنه كانت مطروحة وقت ما يصير تحالف أوسع وأكبر، وهذه سمعنا به وقتها. لكن بحكم اللي ما توسعش تحالف كما كان مطلوب، سمعنا اللي حركة النهضة رفضت، مجلس الشورى متاعها رفض أنه يسلم في الوزارات هذه. لكن في النهاية هي معناها التحوير الوزاري سواء كان بتوسيع التحالف أو دون توسيع التحالف، من المفروض ما زالوا أقل من 9 شهور على الانتخابات، فماش داعي لحتى تحوير وزاري، لأنه الوزير باش يشد وزارة اليوم يلزم 3 شهور 4 شهور استاج الساعة باش يعرف الوزارة اش فيها واش ما فيهاش. إذا كان ناويين باش يقعدوا أكثر 9 شهور هذوما يولوا يحاور، سواء كانوا في المعارضة ولا في السلطة، نجموا نعملوا تحوير وزاري كيولي ما زالوا عندنا 2 3 سنين، لكن اليوم ما زالونا 9 شهور. هل انه نجيبوا معناها وزراء جدد استجارات، هل انهم باش يحلوا الاشكال ولا لا؟ هذا السؤال يلزمنا نطرحوه. وذاك علاش قلنا من البدايه كصحفيين، قلنا راهو هالتحوير الوزاري هذا ما عنده ماش باش يقدم البلاد، وانما باش يكون معناها الاطار او معناها الطاوله اللي باش تصير حولها الصفقه نتاع الانتخابات القادمه. الناس اليوم باش تلتحق بالحكومه والاطراف المكونه للحكومه هي نفسها اللي باش تكون باش تشكل اتفاق لما بعد الانتخابات القادمه. كانت واضحه من الاول من البدايه التحوير الوزاري تقريبا هذا التوجه نتاعو. سيري ضال باروني ومن بعد نرجع لك سي زهير، تفضل سيري ضال. فكره التحوير صحيح بعض الناس يحسوها كانها جات متاخره، لكن احنا بدينا نتحدثوا من الصيفه تقريبا، كان عندنا رغبه في تحسين الاداء وفي توسيع دائره الحكم. لكن العمليه انطلق ديسمبر. ديسمبر او لا ديسمبر. لا هي كانت متواصله، يمكن في ديسمبر وقع تكثيف. وقع الحديث على أنه يكفي من التأخير، خلي نطرح الموضوع هذا بأكثر وضوح، خلي نعمل مسودة نتاع أرضية للتحوير الوزاري، حديث على رزنامة، حديث على حوار، على توافق، خلي ما نحكوش في الأسماء فقط، نحكو في حوار يؤدي إلى توافق، إلى رزنامة واضحة.
وهذا اللي رئيس الحكومة قدمه. رئيس الحكومة ما قدمش، قدم ورقة فيها أرضية للحوار للتوافق للتوسيع، فيها أولويات للمرحلة القادمة، وبعد تحدث على التحويل الوزاري. التحويل الوزاري ما هوش هدف في حد ذاته، بقدر ما هو نحن في ظرف حساس يحتاج منا إلى شيء من الهدوء، إلى توسيع المشاركة، لأن احنا مستعجلين للوصول إلى الانتخابات. أنه المرحلة هذه الانتقالية مهما عملنا فيها باش تبقى مرحلة انتقالية، والحكومات في المرحلة الانتقالية قد لا تقدم الكثير من الإنجازات. كما توسعت قاعدة التوافق، شنو يولي الهدف من التحوير الوزاري اليوم؟ شنو الهدف توسيع اليوم من التحوير الوزاري؟ إذا ما يوقعش توسيع دائرة، احنا المعلومات اللي عندنا أنه ثم كتل أو أحزاب مستعدة، والآن الحديث على الكتل هذه والأحزاب المستعدة تنخرط. إذا ما ثماش فيها وفاء وكتلة الكرامة والحرية والتحالف الديمقراطي على الأقل، هذا التحالف رافض رسميا، لا في هدية، مازال في هدية. هو 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 الكتل سامحني، هذا اللي هذا، فاحنا إذا هذا ما هو ما يتمش، احنا طرحنا حتى الانفتاح على بعض الكفاءات الوطنية المستقلة، وحابين أنه نحسنوا الأداء ونوسعوا هالدائرة هذه من أجل التسريع. احنا الهدف نتاعنا ان نوصلوا هالوفاق الى شيء من الهدوء، الى الحديث الاصلي اللي هو الرزنامه، الملفات الكبرى هذه نمشوا فيه بسرعه الانتخابات. شوف النهضه تتحب تهم شعبنا، اللي المشكله اليوم في البلاد هي مشكله بتاع اشخاص، هي المشكله مش بتاع اشخاص، المشكله بتاع برنامج بتاع تصور. النهضه اليوم فشلت في اداره الشان العام في البلاد، وفشلت حتى في نسج علاقات مع طبعا انا كنت النهضه تحكم، هي الفريق، هي الحزب الاكبر وهو الذي شكل الحكومه، والنهضه رفضت حتى تعطي وزاره السياده لشركائها، والخلافات اللي جايره في الترويكا في منذ مده حقيقه اعطت صوره سيئه على السياسيين في تونس، على الطبقه السياسيه في تونس، على اساس انهم ناس يجريوا على الكراسي، في حين هو بدات تتوسع بين الطبقه السياسيه وبين شعبنا من جهه، من جهه ثانيه محاوله ايهامنا ان المشكله راهو نحيو هذا نجيبوا الاخر تحل المشكل. المشكل الحقيقي هو البرنامج، بدون البرنامج ما يتحلش المشكل. والنهضه في الحوارات اللي اجرتها مع الاحزاب في الفتره الاخيره، في اخر حاجه بدات تحكي مع افراد داخل الاحزاب، واللي صار مع سي محمد القوميني، اللي صار مع فتح التوزري، يعني هذا يعبر على الازمه الحقيقيه، يعبر على الازمه الحقيقيه في اداره الشان العام، يعبر على الازمه الحقيقيه في العلاقه مع مكونات المشهد، لان اغلب الاطراف التي اتصلت بهم النهضه ومنهم نحن في حركه الشعب، قلنا لهم راهي المشكل ان نتفق على برنامج. شنو نحبوا نعملوا في البلاد؟ راهي الترويكا ما يلزمش ينساو التوانسه، الترويكا وقت اللي قدمت مبادرتها الاخيره كانت تتحدث على انتخابات في جوان، ومازالوا لحد الان ما قالوش بطلنا من حكايه جوان، يتحدثوا على انتخابات في جوان ويحكيوا على تحوير وزاري في فيفري. يعني نقاط استفهام كبيره تعبر على عمق الازمه اللي تمر بها البلاد، وعلى عمق الازمه اللي يمروا بها الناس اللي يحكموا في البلاد اليوم. احنا قلنا لهم وسانهي بهذا، قلنا لهم راهو ما تطلبه البلاد اليوم يبدو ان حركه النهضه غير قادره عليه. لتطلب البلاد حكومة كفاءات وطنية على برنامج وطني حقيقي يحدد الأولويات ويحدد شنو المطلوب نعمله اليوم في بلادنا بعد ما نتوافق عليه كطبقة سياسية وكأطراف سياسية في البلاد. سيدي الباروني، اليوم التحالف الحاكم ما عندوش برنامج للفترة الجاية؟ عنده برنامج، وإحنا في إطار المبادرة هذه اللي فيها التحوير وفيها الحوار ساعيين بجدية كبيرة أن نصل إلى هذا البرنامج. رئيس الحكومة لما طرح فكرة التحوير طرح معه برنامج، والحديث ماضي، وهو حريص وضغط وحاول أن يضغط على المجلس التأسيسي، ونحن ضاغطين على الكتلة نتاعنا من أجل التسريع في هذه المرحلة الانتقالية والذهاب ولتحديد على الأقل الرزنامة متفق عليها للانتخابات. فالحديث على الفشل أو احنا لا نعتبر الفشل، نعتبر أنه المرحلة هذه مرحلة حساسة ومرحلة دقيقة، وأي حكومة وأي حزب مهما كانت الكفاءات نتاعه باش يلقى صعوبات في لأنه هذه مرحلة فيها الانتظارات والطموحات كبيرة جدا، وهي مرحلة انتقالية في حد ذاتها. ما نضروش من أي وزير أنه باش يعمل برنامج يخترق به مثل موضوع التشغيل، ولا احنا عاملين مجموعة من الأولويات، موضوع استعادة هيبة الدولة والأمن، موضوع التشغيل والاستثمار، محاربة الغلاء المعيشة، الاقتراب من في الغلاء والمعيشة القادة تغلى. احنا نحاربه وضاغطين على حكومتنا على أنها تؤخر
حتى هذا رفع الاسعار تاع المحروقات احنا ضده. احنا طلبنا الاخ رئيس الحكومه انه هذا مش معقول ومش واضح. مش وقته الان. واضح سيدي، حديثنا مازال متواصل على التحوير الوزاري، ولكن كما قلت لكم باش نتحولوا للقاهره ميدان التحرير في المباشر. معنا محمد صلاح الزهار مراسل قناه سكاي نيوز عربيه، ناخذ معاه اكثر تفاصيل على الاجواء في ميدان التحرير. مساء الخير محمد، لو كنت تعطينا فكره على الوضع حاليا في ميدان التحرير. مساء النور حمزة، ودعني ربما يكون الصوت غير واضح، ولكن أكد لي أن صوتي تسمعه واضحا. صوت محمد، تسمع صوتي واضحا حمزة؟ تفضل تفضل محمد، نسمع فيك، أعطيني فكرة على الأجواء في ميدان التحرير. نعم حمزة، ومنذ ساعات الصباح الباكر أو ربما منذ ليلة أمس بدأت الاحتفاليات بالذكرى الثانية لثورة 25 من يناير عام 2011 لسقوط النظام السابق. دعني أقول أن الذكرى الثانية تأتي وسط انقسام شديد في بين فئات المجتمع المصري سياسيا، بحكم أن جماعة الإخوان المسلمين ذات التوجه الإسلامي ربما تسيطر على الحكم الآن من خلال ولاية الرئيس محمد مرسي لأمور البلاد منذ أن أجريت الانتخابات الرئاسية قبل ما يقرب أو ما يزيد على 6 أشهر. ربما وفي إطار من التخوين والتخوين المتبادل بين القوى السياسية تأتي الذكرى الثانية على خلفية من الانقسامات. اليوم ربما كانت الاحتفاليات أو ربما الفعاليات لهذه الاحتفالية كانت ليست في ميدان التحرير فقط، ولكن في ميدان التحرير وعدة ميادين ومحافظات أخرى على مستوى الجمهورية. اقتصرت هنا في ميدان التحرير على الفعاليات التي ترفع شعارات ربما تندد بالحكم الحالي في مصر، على اعتبار أنهم يتهمون هذا الحكم أنه ينصاع لجماعة الإخوان المسلمين في تنفيذ الأجندة الخاصة بها وفي تهميش المجتمع أو باقي فئات المجتمع في محافظات أخرى من بينها الإسكندرية والسويس والإسماعيلية. حدثت بعض وقائع ربما تكون وقائع عنفية فيما يتعلق باعتداء بعض المتظاهرين على بعض المنشآت والمرافق العامة سواء في مدينة الإسكندرية، حيث حاول بعض المتظاهرون الاعتداء على مبنى محكمة جنايات الإسكندرية، وفي محافظة بور سعيد، وفي محافظة الإسماعيلية والسويس أيضا طالت هذه الهجمات مجموعات أو ربما عدد من مقار جماعة الإخوان المسلمين أو بالأحرى حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتحديد في مدينة السويس وفي مدينة الإسماعيلية. قام المتظاهرون باقتحام المقر التابع لحزب الحرية والعدالة في محافظة الإسماعيلية، وقاموا بنقل محتويات المقر إلى خارج المقر، وقاموا بإشعال النيران فيها. في محافظة السويس قامت مجموعات من المتظاهرين باقتحام مبنى المحافظة، ومن جانب الأمن الذي لم يصطدم بالمتظاهرين سمح لهم بالتوجه إلى داخل المحافظة، وقاموا بالتمترس بداخلها معلنين رفضهم لإدخال أو للسماح للدخول لمحافظ مدينة السويس الذين يعتبرونه أنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. على صعيد آخر هناك أيضا مجموعات من المتظاهرين الآن انتقلت من ميدان التحرير وقامت بمحاصرة مبنى التلفزيون المصري لرفع ذات الشعارات التي تقوم عليها أو تنطلق من أجلها المظاهرات اليوم في الذكرى الثانية للثورة المصرية، وهي التنديد بحكم الرئيس المصري الآن محمد مرسي وبجماعة الإخوان المسلمين. إليك حمزة. محمد صلاح الزهار، شكرا لك، في المباشر من ميدان التحرير في القاهرة مراسل سكاي نيوز عربية، شكرا لك على تدخلك معنا في ناس نسمة. راجعين البلاتونة ونمشي إلى عناوين الأخبار، إذا كان حاضرين في عناوين الأخبار مع ياسين حسن. مازال وباهي، هاتا ونمشي شوية آخر لياسين يعطينا عناوين الأخبار. راجعين مع ضيوفنا رؤوف، يعني اليوم التحوير وإلا مش تحوير، وغدوة باش يتم الإعلان عليه، لكن كموقف تاريخي ربما، هل سيحسب غدوة مثلا على حركة الشعب أنها ما دخلتش في حكومة وقت اللي الائتلاف الحاكم اليوم يطلب أنه الأطراف الموجودة في المعارضة تدخل في حكومة ليكون فما أكبر وفاق سياسي ممكن في البلاد؟
هو الاشكال انه التحوير الوزاري هذا ماهوش باش يكون لا موقف تاريخي لا للحكومه ولا للمعارضه، لانه في النهايه النقاش حول التحوير الوزاري على الاقل النقاش الجدي اللي انطلق منذ ديسمبر حتىش توا جان في قريب يكمل شهرين ضايعين من عمر البلاد، وحنا نحكوا في تحوير يصير ولا ما يصيرش، وهم المفروض ما يصيرش على خاطر ما عادش وقت. اذا كان بالرسمي نحبوا مصلحه البلاد ونحبوا نمشوا للانتخابات في اقرب وقت، هذايا معناها الموقف التاريخي اللي نجم يتحسب لجميع الاطراف السياسيه هو انه جميع الاطراف سواء في السلطه او في المعارضه تتنازل وتتجه نحو وفاق سياسي واضح حول روزنامة واضحة تحدد موعد الانتخابات، تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام، هذا اللي اليوم يلزمنا نتفق عليه، وهذا اللي باش يكون معناه بالفعل موقف تاريخي كما وقت ما تشكلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الماضية، والمسار اللي عملته زاد الحكومة هذيك نفس الشيء، فما حاجات تاريخية بقت محسوبة للحكومة الفارطة السابقة سامحني اللي هي حكومة السيد باجي قايد السبسي، فما مواقف تاريخية. اليوم الموقف التاريخي اللي باش تاخذه حكومة الترويكا واللي باش تاخذه الأحزاب المعارضة هو أنها تتجه معناها تنقص شوية من التجاذبات السياسية، على خاطر المواطن التونسي فد كما تشوف في مصر اليوم الرئيس يقولوا له ديجاج، لأنه عندهم نسبة فقر تقريبا أكثر منا بشوية، أما زاد حتى المواطن التونسي راه ولا فقير أكثر من لازم، راه وصلنا نسبة فقر عمرنا ما وصلنا لها، غلاء المعيشة وصل لمرحلة معناها ما كناش نتصوروها أصل، معناها فكروا في المواطن التونسي وخذوا موقف تاريخي بالاتجاه نحو معناها وفاق واضح على رزنامة واضحة. تو ناخذوا رأي إذا سي رضا الباروني وسي زهير المغزاوي شوية آخر، لكن هات نمشي نشوفوا عناوين أخبار نسمع معاك ياسين حسن. مساء الخير ياسين. مساء الخير حمزة، تحية ليك وتحية لضيوفك. أنا حاضر سيدي باش نعطيك عناوين النشرة. إذن أول عنوان تأجيل قضية الصحفي صبر المكشري إلى 11 فيفري القادم بعد كتابته لمقال حول ما عرف بقضية رجل أعمال التونسي فتحي دمق. كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح ينفي إدماج مادة التثقيف الديني ضمن المناهج التعليمية الأمنية. وأخيرا محافظ البنك المركزي أكد قدرة الدولة على صرف أجور الوظيفة العمومية خلال الأشهر القادمة، وهكذا كل اللي يخدموا في الوظيفة العمومية ما خافوش الشهرية نتاعهم على حسب محافظ البنك المركزي باش توصلهم خلال الأشهر القادمة. وهذا معنا حمزة الكلماليك. شكرا لك ياسين، التفاصيل معك بعد دقائق في أخبار نسمة. سي رضا الباروني، وبالعودة جوستومو في إشارة مصر، حكم إسلاميين عليه غش حسب ما كان يحكينا محمد صالح الزهار من ميدان التحرير. في تونس اليوم 20 ساعة أقل من 20 ساعة على تحوير وزاري وسط برشا ناس تشكي من 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 طول هالمدة هذه في الإعلان على التحوير الوزاري. يعني فما مشكل اليوم عند الإسلاميين في حكم هذه البلدان بعد الثورات. هو الفترات الانتقالية يحكمها الإسلاميين أو غير الإسلاميين، احنا تابعنا في أوروبا حتى الفترات الانتقالية، فترات انتقالية صعبة ماهيش فترات سهلة. بعد مرحلة من الظلم ومن القهر الناس تنفتح على مطالب وعلى حريات لا حدود لها، فسواء كانوا الإسلاميين أو كانوا العلمانيين أو كانوا اليسار أو كان القوميين، أي حكومة كانت باش تحكم ولا باش تدير المرحله الانتقاليه ستجد صعوبات بالتاكيد. فالحديث على انه الاسلاميين الان الشعوب في المنطقه العربيه توجهت او اعطت قدر لا باس به من الثقه للاسلاميين حتى يديروا هذه المرحله. نحتاج انه نعطوهم شيء من الوقت. انا كما احنا صبرنا على غيرهم، فهذو ناس ايضا عندهم بعض الكفاءة، عندهم حرص على مصلحة البلاد، يريدوا يوصلوا يحبوا يوصلوا إلى بر الأمان، إلى مرحلة الاستقرار والانتخابات، لكن الأجواء المحيطة بهم لا تساعد. واضح. كثرة واضح. سي زويل المغزاوي، أي واحد كان في بلاست الإسلاميين أو التحالف الحاكم اليوم في تونس أو غيره، والدليل مصر، كانت باش تصير له نفس الصعوبات ونفس المشاكل، ومش كان حطينا حركة الشعب ولا أطراف سياسية أخرى رأي الأمور خير في البلاد. هذاك هو وضع البلاد، هو في حالة اللي موجود اليوم في الحكم باش يعاني منها. شنو رأيك؟ هو جزء من الكلام معقول، يعني المراحل الانتقالية صعيبة، أهداف الثورة مش باش تحقق بين عشية وضحاها، هذا متفقين فيه. لكن أولا ملاحظة أنه الإسلاميين اللي يحكي عليهم سي رضا قال صبرنا على الأخرين، هما راهم حكموا زاد قبل، راهم حكموا السودان وفشلوا، وحكموا الصومال وقسموه ل 35 مركز قوى مش حتى دويلة، وحكموا في باكستان
يعني مش أول مرة يحكموا الإسلاميين، يعني حكموا في السابق. مشكلة الإسلاميين أنهم ظنوا أن لحظة الثورات العربية هي لحظة لتنفيذ المشروع الإخواني، فكان سلوكهم في مصر وفي تونس، وهي تقريبا الثورة المصرية هي بنت الثورة التونسية، وما يحدث في مصر تقريبا هو نفس الشيء ما يحدث في تونس. شنو اللي قاعد يحدث؟ قاعد يحدث هو محاولة التغول. ناس تحكم بدون مشروع، ناس شريهة على السلطة، مشروعها الوحيد هو أن تشد السلطة بدون أن تحقق أهداف الثورة، بدون أن تتوافق مع محيطها السياسي اللي داير بها، ما حطتش في حسابها اللي الثورة هذه راهي في مصر اليوم. المشكل الثورة في مصر قابت بها قوى شبابية وسياسية وحقوقية كما اللي صار في تونس. أن تتغول أنت على الدولة، نفس الشيء اللي صاير في مصر صاير في تونس. محافظين من الحرم من الإخوان المسلمين، موظفين سامين في الدولة من الإخوان المسلمين، أهداف الثورة لم يتحقق منها شيء، الفقر متواصل. بعد سنتين من الثورة التي حدثت في مصر والتي قال عنها الأستاذ محمد حسن هيكل هي لحظة هي 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 العبور الثاني للشعب المصري، العبور الأول في 73 والعبور الثاني للشعب المصري من شعب خاضع للاستبداد وخاضع لسيطرة القوى الأجنبية، الشعب يعبر نحو الحرية ونحو الديمقراطية ونحو الشعوب الحرة. بعد سنتين الحصيلة شنية؟ الحصيلة ذهب حسني مبارك وجاء مرسي وذهب حزب الحزب الوطني وجاء حزب العدالة والتنمية. لا، فشلوا في تحقيق التنمية، فشلوا في تحقيق الأمن، فشلوا في كل شيء. واضح سي زهير. سي رضا، لأنه باش نعطيك حق الرد، يعني إذا كان عندك تعقيب على زهير المغزاوي باختصار شديد تفضل. الحديث عن الفشل او عن المشروع الاخواني، انا اتصور انه حركه النهضه بالاسلوب اللي قاعده تدير به الامور بعيده عن المشروع بعيد الإخواني. على هذا انها بعيد على موضوع التغول ولا الانفراد بالحكم. انا احنا مشينا في مشروع ترويكا وماشيين نحبوا نوسعوا دائره الحكم اكثر من 500 موظف سنه، وقاعدين احنا نسعى بتنسيق مع الاطراف الجاده في المعارضه على انه نمضي بسرعه إلى انتخابات حرة دخلنا إلى بر الأمان. نحن نطمنوا في شعبنا أنه إحنا لا نية لنا لتغيير النمط المجتمعي ولا، وإحنا نحب نمشي لدستور توافقي يحكم تونس إلى ويكون مفخرة إلى أجيال كبيرة. وإحنا قدمنا تنازلات في كل المسائل من أجل موضوع الوفاق. إحنا نعتبر أن تونس لا تحكم إلا بالوفاق، وماشيين بسرعة إلى انتخابات نرجع فيها الكلمة إلى الشعب، والشعب هو سيقول حكمه، وهو فوضنا في هذه، وإحنا نريد أن نحسن إدارة الشأن هذا ونرد الأمانة إلى الشعب حتى يقيم ويفوض من يراه صالحا لإدارة الفترة المقبلة. ماكش وزير غدوة ولا كاتب دولة سي رضا؟ ماكش وزير ولا إدارة. رضا الباروني عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، شكرا لك سيدي. بالأن عندي تعليق صغير في 30 ثانية. ما يحدث في مصر اليوم تقريبا في ميدان التحرير تعبى اليوم اكثر مره في من 25 يناير لتاريخ انطلاق الثوره. ما يحدث في مصر اليوم هي رساله واضحه للجميع ان الثوره المصريه ماضيه في تحقيق اهدافها، في القضاء على الفقر، في القضاء على البطاله، في القضاء على الاستبداد، في السياده الوطنيه المصريه من خلال اسقاط اتفاقيه كامب ديفيد، وكل محاوله التغول سواء في تونس أو في مصر أو في أي مكان راهي ستصطدم بإرادة الجماهير الحرة. شكرا لك زهير المغزاوي عضو المكتب السياسي لحركة الشعب. من جديد الشكر لك سي رضا الباروني عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة. احنا ملتقانا معكم عبد الرؤوف بالي ما زلت معنا، نرجع بعد الأخبار نحكيوا على المتمتعين بالعفو العام اللي عندهم غش كبير واعتصام متواصل في القصبة، المنسيون هكا سماهم في مقاله محمد الحمروني رئيس تحرير الضمير، ضيفنا بعد الأخبار.